خلي دابا حنا على المباشر. فكنا شفنا الفيديو اللي طلع دابا تقريبا هاد يومين، كيتهموا فيه بعض الناس بانك شي واحد تعدى عليهم ودار لهم معاها مستديم. اول خروج اعلامي لك انت هو داك الشاب اللي اتهموه، غتقول لنا واحد الحكايه اللي غتقلب لنا كلشي، كاع داكشي اللي سمعناه كيف ما قالش ما كاين منه والو، التفاصيل اللي غنسمعهم عندك تقدر تقلب الحكايه كامله، وكاع الناس اللي شافوا الفيديو الاول يقدروا تصدموا من الشيء اللي غيسمعوا تاعك. عاودينا خويا شنو كاين؟ خويا داكشي اللي طرا البارح ما كاينش هادشي، ومضاربه كانت نهار ثلاث دابا سيمانه، ديك الهضره ما كاين منها والو. انا بعيد على هاد الصداع، هو مضارب مشى هو وخوه، جاو خويا شال الدار هجموا عليه، وقصه طويله ديال هادشي. المهم هجموا على خويا وضاربوا معاه، فاش جيت انا تدخلت حيت لهم تدخل ديش كنفك حيت دوك الزراوات داكشي، مشيت للكوميساريه، مشيت للكوميساريه ديال 32 اللي داون عليها هما، ديك لاريش قلت لهم انا غنمشي باش نشوف خويا ونشوف دارنا وندير سيرش فيك ونرجع. ملي رجعت لقيت خويا شضرب، قلت لي مالك؟ قال لي راه ضربوني بجوج في داري هذوك جوج خوت. دابا انت مشيتي للكوميساري وقت مضارب؟ وقت مضارب ملي جاو هما تهجموا الهجمه الاولى، مشيت انا من الكوميساريه، ملي رجعت لقيتهم هجموا المره الثانيه، ضربوا خويا لدارو جوج ضربات، هو وخوه، وخويا دار ضرب الاخر واحد فيهم الصغير اللي دوا اللي قال لي معاه مستديمه، ضربوا الراس. قلت لي في عام مستديمه اخويا غيمشي يخدم الغد لي خدام، ما كاينش هادشي كيناش. والاوبجي ديال هادشي كامل اللي مضاربين عليه هو الاساس ديال الفاني. خويا بغا يتقدم عند خو الكبير حيت خو معروف في الحي كيبيع، بغا يتقدم عندو تناقلو ضاربو شويه، جاو ليه بجوج، هي في النهضه تصدع. والنهار بالليل اللي كيقول لك هو جيني انا الغد لي فيزي بالسبيطار، السبيطار فيزياش ما كاينش حتى هادشي، هما اللي جايين ولاد عائلته ما عرفت شكون صحابو، ما عرفت جايين بطوموبيل جايين للدرب، شبعوا خويا تهجموا عليه. والاخر كان جوج مسطارات جوج ناوه هاجموا وشبع بهم خويا. كاينين شهود في كل شيء، كاينين شهود، كاينين حاضرين شهود، بغيتهم كاع يكون جاو يكون هاضروا حتى هما، وغيجيو حتى هما كاينين في المحضر. وها هو خويا كما كتشوفوا، ها هو دارو ورا مدارو. السلام خويا. مرحبا خويا. دوك الناس هادشي اللي قالوا ما كاين منه والو، حنا ماشي نتعداو وماشي نديو ديال الناس ما والو، هو اصلا باهم مش فاهمشي، حنا ماشي نتعداو ما والو، وانا ما عندي لا صوابع لا والو، هما عندهم صوابع على هادشي اللي شنقول في اللي نقولو دابا. هذاك السيد مشيت شنقد اسبابي معاه في هاد الصداع الفاني الصغير اللي مضروب في راسو، ماليه والو. اللي بان في اللايف هذاك ماليه والو، انا مضارب مع خو. كان مضارب معاكم هذاك ولا لا؟ هذاك انا نعاود لك فيلم باش تنشاش عرف شنو كاين، نعاود لك بشويه باش تنشاش فاهم. هذاك انا مضارب مع خوه، ملي تضاربش مع خوه خوه مشى كيجري للدار، انا بقيت واقف حتى كنتفاجئ بهم جوج. هادشي هو كتسنى خوك يجي من الكوميسار؟ لا، هادشي باقي ما جاش خويا، باقي ما كاينش خويا، انا واقف تناقرش معاه صافي. ملي شفتو مشى لدارهم تيجري، مشيت انا هزيت البزار وقفت، واقف هاز البزار بحال هكا شي كيبان ليا جا هو خو، هو هاز مو الصغير وخو الكبير هاز فير بلا، والبعلوك الصغير اللي مضروب في راسو اللي شيقول لهم عام السديمة هازو الزراو. انا ملي بان ليا خو هاز فير بلا ضربتو بالبزار، حيدت ليه الفير بلا. الاخر خو الصغير ضربني بزرواطه ركبتي، هاي راه عندي الوراق كلشي كاين ديال الهضره اللي شنقول، ضربني بزرواطه خويا جي تيجري شي فك حيد لهم الزراوط. الاخر ملي شد جي فك، الاخر ملي شضرب بالبزار في عينه هرب الصغير اللي مضروب في راسو، ملي بان لي خو هرب هو يشبه، جاو الناس تيفكو حيد الزراوط، خويا دا الزراوط للكوميساريه. انا بقيت شاد هذيك الفير بلو واقف تنتسنى فيهم، تنتسنى في الدائره ولا خو يجيو يديروا لينا شي تاويل ما حد دابا واش فهمتي انا، حيت هما جوج خوش باغيين يشحموا عليه، وانا خويا خارج على هادشي مش عارف شي يهز الموس خويا، عنده مع لونطري ما لا صار واش فهمتي انا ولا لا، ما عندوش مع هاد المشاكل ومش عارف شنو هي البلي. ما علينا صافي، هذيك واقف شي كنتفاجئ بهم، عاوتاني كنسمع عندك هرب هرب هرب، تندور شنلقاهم كل واحد هاز جنوي هربت، ما بديش غادي هربان، جات فيا السحقه الاولى في داري، انا نوريك داري دابا السحقه، هما اللي ضربوني السحقه الاولى السحقه الثانيه، انا ما بقيتش شاد ديك الفير بلاي اللي حيدت لخوه، سحقني الاول هنا وسحقني الثاني هنا، وانا ندور بقيت صغير وراي باش بحر ديك الدقه اخويا، درت واني نضرب الضربه اللي ضرب جات لخوه في راسو. هادشي اللي كاين، هما ضربوني 18 غرزه اخويا في داري، انا نوريك دابا داري. هادي هي محاولة القتل ماشي الراس، واش فهمتيني؟ اللي عندهم 18 غرزة ضربة هوك وضربة هوك اخويا. ملي شفتهم خرجوا في لايف قال لك سبب شي في عام السديمة،
تفاجأت بداك الشيء وبقيت نشوف ما فهمتش والو، عرفتش علاش؟ حيت انا ما هذاك الشيء ما كنديروش، انا خدام شنبيع ونشري في الزراب يا خو، واش فهمتيني؟ حنا داك الفانيد اللي شناكلو كما شنقولو، شي داك الفانيد شناكلو باش نبيع ونشري، شناكلوش فانيد شنبقاو ندورو في الزنقة. هذاك السيد معدي ديما ماشي بغا يتعدى على بنادم وسولوه في الدرب، راه بنادم هذا الدرب كاين الشهود كاينين، هو عنده صوابق على الفانيد وش يبيع الفانيد وشحال من حاجه، وش مبغيناش حنا نقولوا وش يقول لك عمو مدسر ومعمنا حنا ماشي نهضروش معاه، حنا ساكنين بوحدنا وعمنا ساكن بوحدو، واش فهمتيني؟ عمنا ما كنهضروش معاه وما عندوش شي علاقه بينا، عمنا مبري فينا، واش فهمتيني؟ هو واش يقول لك مشيت لطروندو وجراو عليه، ما جراوش عليه طروندو، طروندو ملي مشاو لقاو الديكلاراسيون ديالنا وديالهم عيطوا علينا بجوج باش تقول طرونتو جراو عليهم، ماشي واحد ما جرا عليهم، واش فهمتيني؟ هذا ما كان ما عندنا الصوابق حنا، وهما مالهم دابا ملي شافوا بجوج ومضاربين لداري بغاو يدخلوا معايا خويا اللي ما داير والو، والغد ليه ديال المضاربه عاوتاني، واش فهمتيني؟ الغد ليه فاش ضربنا نال مضاربه، هادشي باقي نال مضاربه، مريح بالليل بحال هكا قدام الدار، تجي عندي خو الكبير اللي تيبيع الفانيد اللي ما بانش في اللايف، اللي كان خاصو يبان حتى هو باش هادشي ملي بغاو يخرجوا للحقيقه كان خاصو يبان، جاي هز جوج جناوه مورا، انا مريح في كرسي جاي عندي، انا نط بديش غادي عنده حدايا كاس ديال اش، بديش غادي عنده بداك الكاس نشير عليه بيه ندافع على راسي، واحد جاي بجوج جناوه اخويا في الوسط ما عرفتش انهم غيضربوك ولا ملي جاو عندك بالليل، ملي جاو عندي بالليل جاي جوج جناوهم موراه شفتهم مع داير لهم فحال هكا شافني شفتو ويد لهم فحال هكا ويبدا يقول لي يلا اجي دابا، هما يجيو عندي واحد الدراري راه كاينين شاهدين قالوا لي حيد راه دايرين لك باراج راه جايبين جولف 5 كري عندي التصويره ديال، قال لي راه كلشي ملي تم راه تيتسناو فيك مع الدوره، هو راه باغي يخرجك ليهم ويقضيو لافير، قال لي راه جايبين فيزياج، قال لي راه جايبين مسلحين، واش فهمتيني؟ انا ملي سمعت بحال هكا جا الدري هزني بموطور، الدري اللي داني بموطور جابني هنا هو كاين حاضر شو شو شاه، واش فهمتيني؟ ملي جا هذا ما كان اخويا باش يقولوا لك حنا شنشعد اولادي، ما كاينش شي واحد تيشعد وتيشفر وشي ما عنده الصوابع، واش فهمتيني؟ وواحد الحاجه عاوتاني بوم الصباح مشى عند البوليس على الدائره قال لهم راه كيشفر، لقى الدري الكبير شيشفر عليا انا راه الدايره يقول لي، قال لي من ديك القايشه معاش عطاه القايشه معاش، هو يقول لي لا ديك القايشه راه كان عندنا هنا، واش فهمتيني؟ حيت انا ديك القايشه اللي قال لهم كنت انا شنشفر فيها كنت في الدائره، واش فهمتيني؟ اذا هما هادشي كامل علاش داروه اخويا؟ حيت هذا يلاه والد بني وليد ب 30 يوم اخوه تيبيع الفانيل وانا ما عنديش الصوابع، شافوا راسهم شعدوا عليا ضربوني وانا ضربت الاخر، بغاو يدخلوا معايا اخويا في المعمعة، واش فهمتيني؟ هذا ما كان حيش خدام اخويا ماشي انت ديال الناس، ماشي نتعدى بنادم شي يشوفك خدام لابس واكل شارب بخير ماشي حملك، هذا ما كان، واش فهمتيني ولا لا؟ كل كان شي حاجه اخويا راه ان شاء الله. الرساله اللي بغيت نوجهها ان باغي نتابعهم اخويا حيت جبدوا لي سميتي في اللايف، واش فهمتيني؟ حيت شووني وانا ماشي نديرش هادشي، وجبدوا اسم العائله وانا ماشي نديرش هادشي، خاصني نتابعهم على هادشي اللي قال، هذا ما كان، انا باغي نتابعهم على داكشي اللي قال، حيت هادشي ما منو والو، كون كان منو هاني غنشقبلو على الراس والعين، ولكن ما منو والو. بخصوص الضرب والجرح درت الشكايه ديالي، هو مضروب عندي سر شفيكة، هما ضاربيني بجوج وانا ضارب الاخر، وهما باغيين يحطوا هذا اللي دار عطيني نص كامل على راسك عطيني جوج، بغاو كيف ما فهمتش من هضرتك بغاو جوج زعما مع جوج جوج مع جوج، بغاو يكون تسامح يدير ربعه كاملين ولا يهبطوا كاملين، واش فهمتيني؟ حيت انا ما ضاربش الحبس، بغاو يقراو معايا هادشي ديال الحبس كما تيقولوا هما، بغاو يقراو قرايه الحبس وانا ما ضارب ديال الغد اللي الغد اللي عاوتاني واقف شتي كيبان لي جاي هو با با اللي تيدوي في اللايف وتيهضر بحال هكاك وقال لك البوليس جراو عليهم، جاي هز مانغو ديال العتله لمشيتو للدار، هادشي تمشيو للدار تدخلوا للسفلات تلقاو هادشي كامل كاين، وخوه كبير مجوج هو عنده جوج وليدات جاي معاهم، وجاي اللي مضروب في راسو اللي ما جاش جاو كاملين، جا خاتهم الصغيره جاش، وش يقولوا لك حنايا حطينا على خاتهم الصغيره موس على عنقه، واش فهمتيني؟ كاينين الشهود كلشي كاين، حنايا ما كناش مضاربين مع الدريه الصغيره ولاد، انا مضارب معاهم هما بجوج، ملي شافوا خويا ما كاينش عطاوني في دار، ملي الهرب اللي هربش ضربت الاخر بزاع برا. انا نسولك، يقدر يكون تسامح؟
يقدر يكون تسامح للقدام ولا ما ما نقولش لك شي حاجه ما يقدرش يكون شي تسامح حيت هما معدين عليه بجوج اش فهمتي خويا حيت كيما كيطالبوا بالقانون ياخذ لي حقه حتى حنا باغيين ناخذوا حقنا بالقانون حنا ما باغيين حتى حاجه ما باغيين والو حيت هو كيقول لك باغي القانون زعما حنا حنا حامينا القانون لا يحمي المغفلين اول حاجه اخو حيت عامنا بعيد علينا كيما قال لك خويا وكما كيعرف بنادم راه با ساكن في دار اخرى بعيد على عمي وما عندوش معاه وكاين عداوه ديال المشاكل العائليه هادي نورمال وكما كيقول لك اخويا ديال باغي ياخذ حق واش حنا بغينا حقنا ما باغين والو وديك الساعه انا بعيد على هاد المشاكل كامله والغد ليه ما قالاش لكم خويا الغد ليه جاو هما فجاو كاين فيديو شافوه 32 كاين فيديو شافوه الدائره وهذاك التعامل اللي كيقولوا على الدائره وكاك غير حيت هما اللي غالطين بنادم اللي بغى شي حاجه من اللي ما لقاوش بانهم رايحين في القانون في سميشو قالوا اجي ندخلوا شوف تي في ونديروا شو وصافي وحنا اخويا جبناكم باش نردوا على داكشي اللي قالوا واش فهمتيني ما حنا ما باغيين والو حنا حقنا راه ناخذوه بالقانون حنا بغينا ناكدوا ديك الهضره اللي قالوا راه ما منها والو وديك الدائره اللي شي هضروا عليها مشاو عندهم مجرعوا عليهم راه ما كاينش اللي يزرع عليهم وما كاينش اللي يزرع عليهم حيت الامن في خدمه الشعب هادشي اللي كاين اخو شوف حنا في بلاد مؤسسات في بلاد القانون انت خرجتي من هذا الفيديو انت عارف ان القانون غياخذ مجراه سواء كنتي غلط سواء كنتي عندك الحق عارف القانون غياخذ مجراه انت بغيتي ترد وبغيتي توضح للناس اللي شافوا لايف الاول الحقيقه قلتي واحد الحكايه اللي قلبات كل شيء التفاصيل اللي عاودتها لينا انت وخوك اللي الناس ما كانوش عارفين في اللايف الاول كنشكروك وكنتمنى ان مرحبا خذ راحتك ما عندنا الصوابق بنادم ماشي ما عندك الصوابق هادشي علاش باغيين يديروا لينا هاد الفيلم كامل حنا ما عندناش مع المشاكل دور سول الدرب كامل اخويا باش نضاربوش ما كاينش اللي شي يسمع صوت اش فهمتي شان احترمو كبير وصغير هما مع الفانيد بنادم ماشي يبقاش اش فهمتي هادشي كامل سببه الفانيد هذا ما كان اخويا واللي بغيت نوصل لك هو ان داك الدري خويا اللي تيقول لك خويا ضربوا راسو خويا بعيد على داك المشاكل حيت شافوه شي ترين وداخل سوق راسو هذاك الشيء علاش باغيين يدخلوه معاه انا شردت على ان خويا راه ما مدخلش في هاد المشاكل كامله وكاينين الشهود على هاد الهضره بان خويا راه ما كانش خويا ملي ديك الساعه ملي قالوا ضربوا الراس كان في الدائره دا لهم الزراوط والزراوط لحد الان ديالهم هما باقيين في الدائره وقلت لهم ان شاء الله نتقدموا مع عند الوكيل بهذوك الزراوط ديالو هذا ما كان